السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معايا في حلقة جديدة من حلقات هيلسي لايف. وزي ما عودناكم في كل حلقة هنتكلم عن موضوع مهم جدا. النهاردة هنتكلم إزاي نقوي مناعة الأطفال والجهاز المناعي عندهم. زي ما انتوا عارفين الأطفال بتتعرض بشكل خاص للبكتيريا والجراثيم بصورة كبيرة بحكم حركتهم الكتير، ومع انتشار الفيروس المستجد لازم نقوي الجهاز المناعي ليهم، وده بيتحقق عن طريق اتباع نظام غذائي سليم ومناسب، لأن الغذاء له دور مهم جدا في تقوية المناعة، لأن النظام المناعي للجسم بيساعد على محاربة الأمراض ومنع التعرض لأي بكتيريا مرضية أو فيروسات. والكثير من الأطفال بيكونوا أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، ومع انتشار الفيروسات والجراثيم بيتعرض الأطفال بشكل سريع للأمراض، واللي بيكون سببها الأساسي ضعف المناعة عندهم والجهاز المناعي. عشان كده النهاردة جاي أقول لكم على أهم الطرق والنصايح لتقوية المناعة عند الأطفال. أول حاجة، لازم نحافظ على النظام الغذائي للطفل. لازم يكون النظام الغذائي متوازن، عشان كده لازم نقدم للطفل كل الأطعمة المهمة اللي ممكن تعزز الجهاز المناعي عندهم، لأن الغذاء الصحي من أهم الطرق لرفع المناعة بشكل كبير. ومن أهم الأطعمة دي الفواكه بجميع أنواعها، وكمان الخضروات والأسماك واللحوم والبقوليات والحبوب الكاملة. كمان لازم ندي أطفالنا أوميجا 3، واللي بيساعد على تحفيز الجهاز المناعي عندهم ويقي من التعرض لأي عدوى فيروسية أو جراثيم. ومن أهم الأطعمة الغنية بأوميجا 3 التونة، ويفضل أنها تحضر في البيت أو منزليا. كمان الأسماك الزيتية بأنواعها زي السلمون والمكاريل والتونة الطازجة. كمان الأوميجا 3 ممكن نلاقيها في الجوز واللفت والبندق وبذور الكتان والخضروات الورقية. كمان لازم نساعد الطفل انه يمارس الرياضة بصورة منتظمة، لان ده طبعا بيساعد على تحفيز الهرمونات داخل الجسم، واللي ليها دور مهم انها تتفاعل مع الجهاز المناعي عشان يساعد على الوقاية من الاصابة بالامراض المختلفة اللي ممكن يتعرض لها الطفل. كمان لازم نعرض اطفالنا لاشعة الشمس، لان ده بيعزز الجهاز المناعي عندهم، ولان الاشعة الفوق بنفسجية بتحفز الجسم لانتاج فيتامين دي اللي ليه دور مهم واساسي في تقوية المناعة عند الاطفال. كمان لازم نعود أطفالنا على غسل الإيدين بانتظام عن طريق المية والصابون لمدة ما تقلش عن 20 ثانية. ده طبعا بيقلل فرصة الإصابة بأي عدوى أو فيروسات. كمان لازم نهتم بالتطعيمات الخاصة بالطفل، وإن هو ياخدها في مواعيدها، ونهتم بالنوم الجيد، لأن النوم الجيد للطفل مهم لتقوية المناعة عنده، لأن طبعا النوم بيساعد على إنتاج البروتينات في الجسم أثناء النوم، اللي بدورها بتحارب العدوى وكمان بتقلل الالتهابات في الجسم. فلازم مدة النوم ما تقلش عن 10 ساعات. كمان لازم نقلل من استخدام المضادات الحيوية وكمان المسكنات إلا تحت إشراف طبيب أو عند الضرورة الملحة، لأن طبعا الإكثار من تناول المضادات الحيوية بيقلل من خلايا الدم البيضة وكمان بيقتلها، وده بيعمل على خلل في الجهاز المناعي عند الأطفال وبيخلي الجسم أكثر عرضة للإصابة بأي عدوى. كمان لازم نراعي دايما شروط السلامة والأمان الخاصة بأطفالنا عشان نحافظ على جهازهم المناعي ونحافظ على صحتهم، بأن احنا نراعي بعض الاحتياطات اللي هي زي عدم تواجد الأطفال مع المدخنين، ونراعي كمان عدم وضع أي أجهزة إلكترونية في غرف نومهم. كمان لازم نقلل من تناول السكريات اللي ليها دور كبير في إضعاف الجهاز المناعي عندهم. كمان لازم نهتم بالنظافة الشخصية للأطفال، وكمان شرب المية مهم جدا، لازم ياخدوا مية بكمية كافية خلال اليوم. أتمنى المعلومات اللي أنا قلتها تكون مفيدة ليكم. هستنى تعليقاتكم واقتراحاتكم. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.